المفروض يعمل كده. المفروض ان عضو البرلمان يعمل كده، يتوجه للسؤال، يتوجه لطلب الحاضر، ويتوجه للاستجواب. حتى رئيس الحكومه دكتور؟ نعم. حتى رئيس الدوله دكتور؟ نعم. ده مدخول في الدستور يا دكتور؟ نعم. طب رئيس الدوله ماله يا دكتور؟ اقول لك ما هو رئيس الدوله هو رئيس السلطه التنفيذيه. طب رئيس الوزراء ماله يا دكتور؟ ما هو رئيس السلطه التنفيذيه. طب ولو تم ادانته يا دكتور تسقط الحكومه؟ تسقط الحكومه؟ في حكومات عندنا سقطت؟ طب في حكومات بره بتسقط بطلب صاحب الثقه؟ طب دي عمليه سياسيه قانونيه لا يترتب عليها هدم دوله؟ بالعكس، دي عمليه قانونيه جدا اسمها عمليه توازن السلطات. الرقابه المتبادله لكل سلطه على السلطه الاخرى. يعني انا دكتور لو دخلت في المحليات دي ونجح في مجلس محلي المحافظه ممكن استجوب المحافظ؟ نعم. بس مش بقالي كلام، ده ادله. وممكن اتوجه ليه باتهام سياسي؟ نعم. هي دي اسمها الحوكمة أو الرقابة الشعبية عن طريق المجالس الشعبية على المجالس التنفيذية. طب تيجي الإدارة المحلية، وإيه الحكم المحلي؟ يختلف، يختلف. ديك ماشي. دايما في الأفلام أخبار إن الأمريكان موفي هو الكامن أوي، هو البريفيلين يعني في السوق المصري. دايما تشوف مشهد حد لابس فيست كده مكتوب عليه اف بي اي، وحد تاني لابس فيست ومكتوب عليه مثلا ال اي بي تي. ف تبص تلاقي بوليس ولاياتي وبوليس فدرالي، فانت تتعجب قوي يعني ايه بوليس ولاياتي وبوليس فدرالي. وتبص وخد اربع حضرتك تلاقي لما البوليس افسر الفدرال كده يجي في الكرايم سين او يجي في موقع الجريمه او موقع الحدث، تبص تلاقي الولايات يتنحى وتلاقي عليه سلطه اعلى منه، فانت تتعجب. في مغالطه برضه شهيره للاسف بيروجها الكثير من النواب او المسؤولين اللي مش فاهمين، يقول لك ايه؟ طب الحكومه في امريكا بجلاله قدرها اللي عندهم 350 مليون مواطن و50 ولايه فيها مليون ونص موظف، واحنا عندنا 6.5 مليون موظف. اقول له لا عفوا يا فندم، فيها مليون ونص موظف فيدرال، لكن شوف كام موظف بقى في الولايات. وهفرق لك دلوقتي الفرق بين الموظف الفيدرال والموظف الولايات، لان احنا اتفقنا ان في فرق بين امريكا وبين مصر. مصر دوله بسيطه، امريكا دوله مركبه فيدراليه. فيدرال وهوضح لحضرتك يعني ايه فيدرال دلوقتي. وبالتالي لما تبص لمصر انت تبص لل 6.5 مليون موظف، استفدتهم قوي، وتقول يا ده الصين عندهم مليون موظف فيدرال يا فندم، ده امريكا عندهم مليون ونص موظف فيدرال يا فندم. ها؟ اللي بيقول كده ما هوش فاهم الفرق بين الموظف الفيدرال والموظف غير الفيدرال. بس في نهايه الامر ده موظف وده موظف، وهشرح لحضرتك دلوقتي الفرق. فهنرجع للكرايم سين تاني، وتلاقي الراجل لابس الفيست الاف بي اي، واخد اللي انت قلت سعادتك. الاكثر من كده هديك مشهد بتاخد بالك منه كويس قوي في تنفيذ الاكسكيوت، في تنفيذ احكام الاعداد الديسك ماوت في الولايات المتحده الامريكيه. تجد افلام تجيب لك مشهد في انجكشن كده يعني الموت بالحق، وافلام اخرى تجيب لك الموت على الالكتريك شيرز على كرسي الكهرباء. تعجبك امال احنا الموت عندنا هو واحد هي مش ناقه. بس هنا نظام فيدرال، هنا ولايات. الاكثر من كده تجد ولايات او محاكمه في امريكا في مشهد المحاكمه. انا ركز معاك في المشاهد دي باعتبارها الاكثر كامل او الكشف، لان دايما الافلام اللي فيها احداث ومحاكمات بيقولوا عليها حتى سسبنس، اللي فيها اثاره اكسايتنج. تجد محاكم فيها نظام كده، فيها ناس اعلى، الناس قاعده بتتكلم دي، وبتلاقي المحامي بيكلم الناس دي بسبب الراجل اللي قاعد خالص ده القاضي ده. يا عم انت سايب القاضي ده تتكلم دول؟ يا عم دول جيوري سيستم محالفين. لو سايب القاضي بعض الولايات المحالفين عندها اهم من القاضي. لا المحالفين اهم من القاضي. طب وايه ده؟ ده فيدرال سيستم يا فندم، هشرح لحضرتك.
الفروقات عامل ازاي. بعض الولايات الدكتور شكلني عارف لما سافرنا تبص تلاقي في طرق فيدرال، يعني انت طلعت على طريق زراعي كده، ده طريق فيدرال يقول لك عليه هاي واي، تلاقي البوليس اوفيسر اللي واقف عليه اللي بيديك التيكت بيديك غرامه فيدرال، غرامه فيدراليه $250 مثلا، السبيد تيكت $250. تبص تلاقي جوه المدينه 150، يقول لك ايه اصل البوليس ده فيدرال، البوليس ده باترول، ده بوليس فيدرالي، ده بوليس ايه؟ ولاياتي تابع للولايه. ده الاكثر من كده تبص تلاقي في حد هناك اسمه العمده مانع. لا انت قاعد ايه العمده ده؟ ده العمده ده عمده بتاع القريه ولا ايه؟ لا مش احنا اتفقنا ان الاداره المحليه المقاطعات هو مسمي الكبير عنده ان انت قررتك مقاطعه يعني ستيتس، ها؟ يعني جفرمنتس، ها؟ يعني كاوني، ها؟ هو مسميها انك ده ليها عمده. واخد انت رأي حضرتك واديت لحضرتك مثال بعمده لندن. معايا حضرتك؟ ففي هذه المساله ايه اللي بيحصل ده في الدوله الفدراليه؟ قال لك في الاداره المحليه الدوله بتوكل فقط في السلطه التنفيذيه مجالس بتكون بالعمليه التنفيذيه ومجالس الشعبيه بتراقب عليها. في النظام الفدرالي التوكيل مش بس في السلطه التنفيذيه، ده التوكيل في السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تشريعيه وقضائيه؟ هي دوله ايه؟ الدوله ثلاث سلطات وبوابات، سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه وسلطه قضائيه. في الاداره المحليه قلنا في مجلس تنفيذي ومجلس شعبي بيروح على الايه؟ على التنفيذ. لكن التشريع والقضاء ايه؟ مركزي. في الاداره المحليه التفويض فقط في التنفيذ، لكن في الحكم المحلي التفويض في التشريع والتنفيذ والقضاء. ايه ده؟ يعني كل ولايه في امريكا لها قضاء مستقل؟ يعني كل ولايه في امريكا لها سلطه تشريعيه مستقله؟ يعني كل ولايه في امريكا لها قانون بنائي مستقل؟ قال لك يعني كل ولايه في امريكا لها برلمان؟ طب خد دي كمان، ده كل ولايه في امريكا لها دستور غير الفيدرال كونستيتيوشن، غير الدستور الفيدرالي. ما انت عشان بس تقارن انت عارف انت بتقارن ليه؟ واخد انت بال حضرتك؟ كتير قوي من الامريكانز اساسا لما تساله يقول له تقول له هابي بين ابرود، هو اعتقد ان هابي بين ابرود لو كان مثلا في مسيسيبي يقول لك هابي بين ابرود مثلا في ميتشيجان، هو معتقد العالم اساسا هو 50 ولايه. فلما ساله انت كنت بره تعرف مصر؟ انا رحت الاستيتس مثلا وده كان اول مره سنه 96 كنت متخيل ان الناس هيعملوا لي زفه في المطار عشان انا مصري. والله يعني متخيل، واول ما اقول لحد انا مصري فالناس تقول لك يا ايه ده؟ انت مصري؟ واخبار مصر ايه؟ والدنيا عامله ايه؟ اعتقدت ان انا 80% اللي بساله يقول لك مصر، معتقد ان مصر لاتن امريكا. 80% اللي انا بساله معتقد ان مصر لاتن امريكا. على صورة فاهم ازاي؟ وما يعرفش الفاكت دي وما يعرفش الحقيقه دي الا الناس الجديد قوي. خد بالك سعادتك الستيتس غير يارك، ده ماجورتي اليوروبيان او اغلبيه اليوروبيان عارفين مصر فين بس. نتيجه القرب الزماني، قرب المكاني، التماس الحضاري اللي حصل بين مصر ويورو في كثير من الاحايين، سواء عن طريق الاستعمار الانجليزي او محاوله الاستعمار الفرنساوي، ففي تماس حضاري. عن طريق مصر دولة حوض بحر أبيض متوسطية، ففي تماس حضاري. عن طريق طيارة فرانكفورت 3 ساعات، لكن الطيارة مثلا عشان تروح دالاس تكساس مثلا بتطير 19 ساعة، عشان تطير من نيويورك لكاليفورنيا بتطير 6 ساعات داخل أمريكا، في حين حضرتك تروح تركيا ساعتين وربع. يعني أنت من مصر تروح تركيا تروح اسطنبول ساعتين وربع. تخيل بقى حضرتك عشان تطير من نيويورك لكاليفورنيا بتطير 6 ساعات. في فروق توقيت داخل الستيتس اساسا بين الولايات وبعضها البعض بتصل الى 5 ساعات و6 ساعات فروق توقيت. فلما تسال امريكي تقول له هابي بين ابرود يقول لك اكشلي هابي بورن ان دالاس، بورن ريز اند ديكيتد اند مارد ان دالاس. هو معتقد
اعتقد ان دالاس تكساس دي هي كل حاجه. وبين عبود يعني رحت فلوريدا رحت كاليفورنيا هو ده العالم بالنسبه لي. كنا على 50 دوله. فلا تتعجب من وجود دستور ولا تتعجب من وجود بوليس مستقل ولا تتعجب من وجود قضاء مستقل ولا تتعجب من وجود مجلس تشريعي مستقل. وده يفسر لك الخلاف اللي انت بتشاهده بين المحاكم الامريكيه. الفيلم ده معني بيه ولايه ميسيسيبي ماتشتن علوري تكساس كاليفورنيا فلوريدا اوكلاهوما. فده يديك هذا التفسير حتى زي البوليس حطوا حد ذاته مختلف. انت اخذ بال سعادتك؟ فدي دولة بتمارس الحكم المحلي. فالدولة لما يبقى فيها تفويض تشريعي تنفيذي قضائي لها سلطة قضائية مستقلة. افاجئك مثلا واقول لك ان القضاء في الولايات المتحدة الامريكية بين الوكتد بين شوزن منتخبين. القضاء منتخبين والمير اساسا منتخب والشرف منتخب. يعني ايه المير والشرف يا دكتور؟ يعني مدير الامن منتخب. الشرف ده هو مدير الامن. انت فاهم ازاي؟ والمير هو المحافظ. فدول منتخبين وبينتخب على نفس التيكت القضاء مش التيكت اللي حد انتخبها. الدكتور شاكر بيقول لك يا هننزل تاني بيتعب يبقى بيتعب الراجل ما هننزل تاني. نزل تاني ايه؟ نزل تاني ايه؟ في الولايات المتحده الامريكيه كل سنه في انتخابات كل سنه بينزلوا كل سنه بينزلوا. مش تبع قوي في النزول يعني ما وصلت انت ترقص ما بلاش ترقص انت اللي تجي سوبر بلا بلاش ترقص انزل اسمعني اتحقق. هو انت يا تنزل وتقف طوابير وترقص يا اما ما تنزلش خالص يا سيدي انزل غير ما ترقص. فاهم ازاي؟ يعني لا تخش على حاجه تكون مثلا وصفه ولا مش عارف انا بقول لك انا عاوز ولا تبسط هتقول لك بسط يعني مسألة كده مارس الأمور. يعني أنت تقوم تصلي عشاء وتصلي تهجد وتصلي ترويع وتصلي قيام والتاني واقف طول الليل، تاني يوم طبعا مش هتقدر تروح الشغل. مش هتصلي بقى، ازاي يا الصلاة متعبة قوي، يا عم يا عم لو أنت عندكم أمة مصر بالرحمة. يقول هنعمل الامتحانات بطريقة فلانية، والمفروض الطبيب التدريس بالطريقة العادية، وكذا وكذا وكذا. أنا بطلب منكم فاكر يا دكتور لما قلت لك انا عايز فيدباكرز ناس يقولوا لي ليه؟ انت كطالب اللي بعد كده بتتنفس فيه جديد ده اللي بيقوله الدكتور فؤاد. يعني الدكتور فؤاد الذي شكلت الاداره والحكم المحلي في مدينه طنطا. انا بقى كمحافظ اعرف منين ان الاخ ده اللي انا اديته تفويض في حي الاول وبعد كده هو اهمل وساب الشارع بايظ مش نظيف. فهي فكرة الإدارة معمولة بالطريقة دي إن أنت تيجي تقول لي بالطريقة اللي هي الديسنت النظام السيستم الركوب ورا كده إن أنت في الآخر أنت عين ليا لأني أنا ما ينفعش أقول محافظ كان محافظ مرة يستولي الدوامة. محافظ يمكن هو قاعد في مكتبه حتى لو كل يوم بيمشي بالعربية بيلف شارع كلها مفيش يشوف كل حاجة وهتبقى مرور الكرامه. لكن انت بقى هو ده فكره اختيارنا. وهي مشكله على فكره هو الفساد واللخبطه في المحليات سببها حرام. فيما سبق ان انا كنت بنزل في المحليات اترشح عشان استفيد. انما مش عشان اعمل مساعد ولا اعمل قوات حاره ولا استكمال. انا بروح اظبط نفسي. ودي مشكله. هنا الخطا فين بقى؟ الخطا مش في السيستم. الخطأ في اللي بيطبق السيستم. احنا واحنا اللي بنطبق السيستم. واخد بالك؟ يعني انا ودينا تشبيهات كتير. احنا عندنا هنا في الكليه يمكن المثال ده موجود اعتقد اي شكوى بيجي بيها زمايلكم القسم النساء ما طبقش كذا، قسم مش عارف ايه مش عايز يعمل كذا، انا على طول باخد الكلام ده وبعمل مخاطبه وباخد اجراءات. فهي دي القيمه. ولذلك انا يمكن بفعل بقوه مساله ان يكون في اتحاد طلاب منتخب. اتحاد الطلاب هو اللي بيجي يتعاون معايا. ويمكن انا جاي لكم جواب قريب ان انا عامل يوم 10 فبراير اجتماع شارك فيه اتحاد الطلاب لتعرف احنا طلاب ليه هنعمل النموذج الجديد للامتحان في اخر معهد. يبقى اذا دور المحليات هو ده. المشكله ان احنا اللي بنبوظ ده.
سؤال بسيط جدا لوالد في واحده شباب صغيرين قوي زمان كان يجي يقول له يا ابني انت نفسك تبقى ايه؟ يقول انا نفسي اتغاضى. ليه؟ ليه؟ عشان احمي الوطن. تاني نفسك تبقى ايه؟ دكتور عشان اعالج الناس الغلابه. اساله مين دكتور؟ نفسك تبقى دكتور ليه؟ عشان انا راعي 5 عيال وانت نفسك تبقى خرج ليا تضرب الناس بالجزمه. يبقى احنا اللي غيرنا آلية التفكير. يبقى العيب فين؟ فينا. على طول لو عايزين نصور نصور على انفسنا. لان انا ووالدي بيحكي افتكرت مشهد وانا راكب في اتوبيس عز الساعه في المانيا وبنتقل لقيت فيه انتوا عارفين العيال الشباب هناك بيركبوا بيلبسوا حاجه اسمها روك ساكن.